بسم الله الرحمن الرحيم. بعد يا جماعه ما الموريولا وصلت الانترانيال كافيتي وتحولت الى بلاستو سيستا. البلاستو سيست دي بقى لازم تخش السكن بتاعها. اتفقنا بقى العريس والعروسه بعد ما بقوا زايجوت وفي الاخر عملوا البلاستو سيست نهائي. وحصلت عمليه المايجريشن ووصلنا للانترانيال كافيتي. لازم بقى العريس والعروسه دول اللي بقى البلاستو سيست دلوقتي يدخلوا البيت بتاعهم والسكن بتاعهم. فين السكن بتاعهم؟ ده السوبرفيشيال لاير اوف ذا اندومتريوم. سوبرفيشيال لاير اوف اندومتريوم. عملية بقى ان البلاستوسيست تقدر تعمل بنتريشن انتو ذا سوبرفيشيال لاير اوف ذا اندومتريوم، دي اسمها امبلانتيشن. فالحلقة النهاردة بقى دي دلوقتي من خلق الإنسان، دي حلقة الإمبلانتيشن اللي هي penetration of the blastocyst into the superficial layer of the endometrium. هيحصل ايه؟ تبص تلاقي البلاستوسيست دي هتروح جاية تيجي ان كونتاكت، تيجي ان كونتاكت مع الاندومتري وتبقى اتاتش ليه. ايه اللي يخليها يعني تروح بالذات؟ ما هي ممكن البلاستوسيست دي تمشي مع السكريشن وتنزل من الوحده الصدر، صح؟ ايه اللي يخلي البلاستوسيست دي تروح لحته معينه تروح جايه ان كونتاكت معاها وتبقى اتاتشد ليها وتكمل بقى السكه اللي هتحصل كمان شويه؟ اتفقنا يا جماعه حاجه مهمه جدا تاخد بالك منها في الامبريولوجي كله، اندر كنترول اوف كيميكال ميدييتورز. حتى في الرسم يا هون ايه النقط دي؟ ايه النقط دي؟ ايه النقط دي كلها؟ دي كيميكال ميدييتورز طالعه من الاندوميتريوم بتقول البلاستوسيست تعالي تعالي وتعالي هنا ان كونتاكت وهتاتش ليه وتكمل بقى القصه. على فكره اول لما البلاستوسيست هي تي ان كونتاكت وتبقى اتاتش للاندوميتريوم ده يطلع كيميكال ميدييتورز ثانيه، بس منين بقى؟ من التروفوبلاست اللي عنده منطقه الامبريونيك بول. اشمعنى الامبريونيك بول؟ نسيت اقول لك ان الكيميكال ميدييتورز دي اللي طالعه من الاندوميتريوم بتجذب مين؟ الامبريوبلاست. فعشان كده هون اما هنروح نمسك هون ونيجي ان كونتاكت ونبقى اتاتشد، ده انا ماسك بالامبريونيك بول اوف ذا تروفوبلاست. وتبتدي بقى هنا في التروفوبلاست تطلع الانزيمز بتاعتها. انزيمز بتعمل ايه؟ انزيمز بتعمل ايروجن، تاكل السيرفس ايبيسيليم. طبعا لو انا كلت السيرفس ايبيسيليم كده هون يبقى كده وارد دلوقتي يا جماعه حصل في السيرفس ايبيثيليوم ديفكت، صح؟ من الديفكت ده الامبريونيك بول هيروح داخل لك جوه وتقعد تخش 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 لحد ما البلاستوسيست تبقى كومبليتلي امبيدد انتو ذا سوبرفيشيال لاير اوف ذا اندوميتريوم. وبرافو عليك يا بلاستوسيست، خلاص دخلتي البيت بتاعك اللي هتعيشي فيه 10 ليونر مانسز
280 days وهي في المكان ده هو. وبتتطور وتكبر 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 لحد لحظة البعث. نواصل يا جماعة. إذن عملية الامبلانتيشن الميكانيزم بتاعها. الميكانيزم بتاعها كيميكال ميديتورز من الاندوميتريوم بتقول للامبريوبلاست تعالي تعالي، ده أنا عندي سكن كويس قوي وهيتصدق جدا. تروح رايحة البلاستوسيست في منطقة الامبريوبلاست العوام والتروفبلاست المغطية الامبريوبلاست، وتروح عاملة كونتاكت جد بس كده ولزت لو لمست هي بس، يقول لك وانس لمست خلاص لمست بقت اتاتشت خلاص مسكت وبقت اتاتشت. بدي تطلع انزيمز من التروفوبلاست اجزاء امبريونيك بول تعمل ايروجن تاكل السيرفس ايبيسيليوم عشان تعمل ديفكت في السيرفس ايبيسيليوم، والديفكت ده يبقى المدخل بتاعنا عشان البلاستوسيست تبقى تخش مور ديب مور ديب مور ديب مور ديب انتو ذا سوبرفيشال بارت اوف اندوميتريوم. والديفكت ده بعد كده بيتقفل بالبلاد كلوت، ثم الايبيسيليوم اللي حوالينا بعد كده بيروح حاصله جروس ويغطي لي تماما الديفكت. هنا في حته كلينيكالي مهمه قوي. ايه الحته الكلينيكال مهمه قوي؟ هنا لما هيحصل ايروجن للاندوميتريوم، مش هي كده في بلاد فيسلز بقت مفتوحه؟ هتجيب ايه؟ دم. دي اسمها امبلانتيشن بليدنج. اهلا وسهلا يا امبلانتيشن بليدنج ده ممكن على فكره الست تاخد بالها منه. كم نقطة دم نزلوا ولوثوا الأندر وير النهاردة، فالست تفتكر إيه؟ إن ده المنستريويشن. وخصوصا على فكرة في الفترة دي الست متوقعة المنستريويشن، وهتقول لك الدورة جت قليلة أول مرة دي 3 4 5 نقط دم وفاكرها منستريويشن. هتشخص بقى إنها حامل إمتى؟ اما الشهر الجاي ما يجيلهاش الدوره، فيتحسب الحمل من الشهر اللي جاي، ويبقى كده ورينا حسبنا فتره الحمل غلط. وكتير قوي في حياتكم العامه يا جماعه بتسمعوا ايه؟ يقول لك ياه ده الست فلان الفلانيه دي ولدت بدري في الشهر الثامن. لا هي ما ولدتش في الشهر الثامن، هي حسبت غلط والدكتور حسب غلط الايه الوقت بتاع الحمل، حسبوا شهر قدام الامبلانتيشن، لان ضل لهم مين؟ الامبلانتيشن بليدنج. افتكروا ان الشهر ده كان فيه دوره وهو اكشوالي ده ما كانش دوره، ده كان امبلانتيشن بليدنج. مفهومه ده هيا؟ فدايما ساعه ما واحده ست يقول لك ايه ده كانت لسه متوقعه انها هتولد الشهر الجاي وراحت ولد الشهر ده، انت بقى كدكتور تقول لهم اه عادي عادي ده كان غلطه في الحساب بتاع فتره الحمل، لان كان في اول شهر جالها كام نقطه دم كده هوا صغيرين. ولو الست قاعده تقول لك اه والله يا دكتور ايه ده؟ ده انت بتشوف عليك الحجاب ولا ايه؟ ده انت الدكتور جامد قوي فعلا، ده كان في دوره نزلت كمان كام نقطه دم، وتقول لها لا ده ما كانش الدوره، ده كان الامبلانتيشن بليدنج وهو ده الشهر اللي كان حصل فيه الحمل. ماشي. الامبلانتيشن تبقى في معظم الستات بيحصل فين؟ في معظم الستات اللي عندهم الكيميكال ميديتورز دي اللي بتقول البلاستوسيست تعالي هنا كويس تعالي تعالي، الميديتورز دي بتكون اكتر ما يمكن في الابر بارت اوف ذا بوستيرور وول اوف ذا بادي اوف ذا يوترس. طبعا انتوا لسه صغيرين ما تعرفوش ان اليوترس اجزاء. اليوترس اجزاء يا جماعه في جزء منه اسمه سيرفكس وجزء اسمه باطي، والجزء اللي فوق ده اللي عامل زي الاوبا اسمه فانجس.
ده احسن مكان واشهر مكان للامبلانتيشن. البوستيرور وول اوف ذا ابر بارت اوف ذا بادي اوف ذا يوترس. يقول لك ليه؟ يقول لك الميدياتور بتكون اكتر ما يمكن في الاندوميتريا من اول. وتقول للنص تعالي وغالبا بتروح من اول. بس خد بالك على فكره ان في ستات بيكون عندهم ديستربنس في الميدياتورز. لو حصل ديستربنس في الميدياتورز يبقى ممكن يحصل على فكره ديستربنس في الخطوات بتاعت الحمل. ماشي؟ فهو العادي ان الميدياتورز اقصى ما يمكن من اول. فتخليك الامبلانتيشن في الابر بار اوف ذا بوستيرول اوف ذا بادي اوف ذا يوترس. الامبلانتيشن بتاعنا يا جماعه يا ترى ممكن يحصل في حتت غريبه؟ ممكن يحصل ابنورمال امبلانتيشن. الابنورمال امبلانتيشن ده قد يكون انترا يوتراين وقد يكون اكسترا كرايم برا اليوترس خالص. لو حصل يا جماعه نورمال امبلانتيشن انترا كرايم، شايفين الامبلانتيشن اهو في الكام رسمه دول حصل فين؟ هل ده امبلانتيشن حصل في الابر بارت اوف ذا بوستيرور وول اوف ذا بادي اوف ذا يوترس؟ ده حصل في اللور سيجمنت اوف ذا يوترس. فواحدة ست عندها الميديتور ديستربت والبلاستوسيست فعلا بقى بتقع ومفيش حد يجذبها ومكان ما لازم تروح تلازم. فينتج عن ذلك لو حصل امبلانتيشن في اللور سيجمنت هينتج عن ذلك بلاسنتا في مكان غريب. بلاسنتا اللي هي الماشين. البلاسنتا دي اللي في مكان غريب بيتقال عليها بلاسنتا بريفيا. البلاسنتا بريفيا دي ممكن تكون بلاسنتا بريفيا بارايتالس. بارايتالس يعني الحمد لله الى حد ما جت سليمه شويه وجت على الجدار بتاعت اليوترس وعلى الجدار بدار على فكره يعني بارايتال. فيعني الجدار بتاع اليوترس مش بطال مش وحش مش هتعمل مشاكل كبيره. ممكن بقى تبقى كده بلاسنتا بريفيا في مكان غريب تحت قوي. المارجن بتاعها على الانترنال اوس. الانترنال اوس ده السيرفكس. مش ده السيرفكس اللي هو عنق الرحم اللي فتحه خارجيه اسمها اكسترنال اوس وفتحه داخليه اسمها انترنال اوس. فدي المارجن بتاع البلاسنتا على الانترنالس. طب وايه؟ لا ما السيرفكس ده هيحصل له عمليه دايلاتيشن ساعه الولاده ساعه الليبر. لو حصل معاهم دايلاتيشن مين هيتقطع هنا ويجيب لك نزيف؟ المارجن بتاع البلاسنتا. والله دي اهون اهون من النصف السوداء ده. ليه؟ دي امبلانتيشن حصل ميد سنتر على الانترنال اوس والبلاسنتا اتكونت ميد سنتر على الانترنال اوس فيتقال عليها بلاسنتا بريفيا سنتراليس. على فكره كلمه بريفيا يعني غريبه. فبلاسنتا غريبه في مكان غريب. قد تكون برايتالس ودي مشاكلها قليله قوي. قد تكون مارجيناليز بتعمل نزيف معقول يعني يعدي اثناء الليبر. بس دي بقى الكارثه اللي هي النزيف بتاعها غير مقبول اثناء الليبر وممكن الست تموت فيها. وهنا ده انديكيشن طبعا لفتح البطن سيزيريان سيكشن عشان تمنع نزيف الفظيع اللي هيحصل هنا. ده لو حصل ابنورمال امبلانتيشن في اليوترس. امبلانتيشن في اللور سيجمنت نتج عن ذلك بلاسنتا غريبه اسمها بلاسنتا بريفيا يا برايتالس يا مارجيناليس يا سنتراليس. طب يا رايح بقى في الزايجوت الاحول ده. ده زايجوت احول احول.
ايه بقى الزيجوت احوال؟ اتكون الزيجوت في اللاترال سيرد اوف يوتران تيوب. قال لك انا مش هتحرك من مكاني، انا هتني قاعد هنا. تو سيل ستيج، فور سيل ستيج، 16 سيل ستيج، بلاستوسيست اتكون في الهواء. امبلانتيشن حصل الهواء. البريجنانسي حصل في اليوتراين تيوب في مكان غريب. اما بيحصل يا جماعه بريجنانسي في مكان غريب ده اسمه اكتوبيك بريجنانسي. اكتوبيك يعني مكان غريب. الاكتوبيك بريجنانسي الكومنست بتاعه يوتراين تيوب امبلانتيشن، والبريجنانسي في اليوتراين تيوب. الميوكس ممبرين بقى ان شاء الله بتاع اليوتراين تيوب ده هيستقبل الفيتس ده اللي هيكبر وتكمل البريجنانسي؟ لا طبعا. او انس الفيتس بقى مثلا قد كده طاخ بيروح مفرقع الاكتوبيك بريجنانسي ومفرقع التيوب وعامله للست سيفير بين. واحنا متفقين التيوب والاوفري مكانهم فين؟ ممكن يجيب لك وجع في الإيلياك فوس. ولو الحكايه دي على الناحيه اليمين ممكن تتشخص غلط على انها مين؟ اكيوت ابندسايتس. ماشي. عشان كده وانت بتشخص اكيوت ابندسايتس لازم تقول للست ده هي الدوره اخر مره جات لك امتى؟ لو قالت لي يا دكتور ده الدوره ما جاتيش بقى لها شهرين خلاص خلصت. ده رابشر اكتوبيك بريجنسي في اليوتراين تيوب. للاسف كمان طبعا الهالوين تيوب دي وهي بتفرقع هتجيب دم، هتجيب دم طبعا وتخر دم ويجي لك نزيف داخلي اسمه انترنال هيموريدج. ماشي. ده اشهر مكان للكتوب بريجنسي. دي نتيجة حصل الكلام ده في التيوب عشان الزيجوت كسلان ومتحركش. ممكن بقى الزيجوت احول يروح ماشي بالعكس يقول لك يا عم الحتة دي اقصر لسه همشي كله يا عم امشي كده. يروح ماشي كده ويروح عامل امبلانتيشن في مين؟ اوفيريان اكتوبيك بريجنسي. وطبعا ينتج عن ذلك تدمير للاوفري دون وهيفرقع وهيتدمر وبرضه طبعا اكيد مش هيكمل الحمل. بس نتيجته انه خلاص دمر الاوفري دون تماما وبيضطر يشيل الاوفري اثناء العمليه. بس مش مشكله، بس انت هتعمل اوفيوليشن بالاوفري التاني. ممكن بقى الاخ الاحول يطلع من الفالوبيان تيوب يقول لك الله ده الدنيا واسعه وحلوه قوي هنا، ويتمشى الزيجوت ومطرح ما يلزق يلزق. الكافيتي على فكره اللي حوالينا ده اللي في البطن ده اسمه بريتونيال كافيتي. فتروح لازق بقى في البريتونيوم في اي حته في الابدومن هنا 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 وتعمل لك البريجنانسي اللي برضه اكيد مش هيعمر كتير وسونر وليتر هيفرقع اللي يكتب البريجنانسي ده. ويبقى ده يا جماعه معنى كلمه اكتب البريجنانسي يعني امبلانتيشن في حته غريبه اوتسايد ذا يوترس. الكومنست تيوبال اكتب البريجنانسي. ليس كومنلي اوفيريان اكتب البريجنانسي. ريرلي ابدومينال في الابدومن بقى وفي البريتونيوم حصل امبلانتيشن. ماشي. ويبقى دي يا جماعه عمليه او الحلقه بتاعتنا النهارده اللي هي حلقه الامبلانتيشن اللي هي عباره عن ايه؟ دي عمليه البنتريشن اوف ذا سوبرفيشال لاير اوف ذا اندوميتريوم باي ذا بلاستوسيست. الحكاية دي يا جماعة تاخد لها خمس ايام. ازاي؟ بتبتدي من اليوم السادس او السابع.
وتبقى كومبليت على يوم 11 ل 12. وانت بتذاكر برضه على فكره هتلاحظ ان كتير قوي احداث كبيره بتحصل في الخمس ايام. زي ايه؟ من اول الزيجوت لحد ما وصلنا لليوتراين كافيتي وحصل بلاستوسيست، ده خدته خمس ايام. مش يوم كام؟ التوسيل ستيج؟ يومين. الفور سيل ستيج؟ 16 سيل ستيج اللي اسمها الموريولا. في اليوم الثالث وصلنا للتراين كافيتي فين؟ في اليوم الرابع، وتكون هنا بلاستوسيست وهيبتدي يحصل البلاستوسيست فورميشن هنا على اليوم الخامس، وتبتدي تعمل بقى الامبلانتيشن في مين؟ في الاندوميتريوم على اليوم السادس، وتاخد لك خمس ايام فتنتهي عند اليوم 11 او 12. ماشي. احسن مكان للامبلانتيشن اللي متعودين عليه الابر بارت اوف ذا بادي اوف ذا يوترس او ذا بوستيريور اي سيرفيس. الميكانيزم بتاعه اللي احنا اتفقنا عليه ده هو، وهنعيد شرحه بقى بس على رسمه احلى بريف. ايه دي بقى الرسمه دي؟ احلى من اللي فاتت. بص بص، البلاستوسيست انجذبت لمكان معين فجت ان كونتاكت واتاتشمنت للسوبرفيشال باكتوز اندوميتري، راح التروفوبلاست ات ذا امبريونيك بول مطلع لك انزيمز عملت ايروجن لل سيرفيس ايليسيليوم، والايروجن ده بيجيب لك كام نقطه دم مسؤول عن الامبلانتيشن بليدنج اللي ممكن يحصل. بعد كمان هتبتدي بقى الانزيمز دي تشق طريقها، الانزيمز تشق طريقها، الانزيمز تشق طريقها انتو ذا اندوميتريوم لحد ما يحصل complete embedding، يعني اتدفنت تمام البلاستوسيست into the superficial layer of the endometrium. اللي فوقيها ده هو الديفكت اللي حصل والايروجن اللي حصل بيتقفل في الاول بالبلاست كلوت، ثم بعد كمان بالبروليفريشن اوف surrounding surface epithelium عشان يغطي الديفكت. وبالمنظر ده هو حصل completely الامبلانتيشن اللي بينتهي عند اليوم 11 ل 12. المكان المفروض الطبيعي upper part of the posterior of the uterus. لو الست عندها disturbance في الميديتورز ممكن يحصل امبلانتيشن في حتت غريبة. امبلانتيشن في حتة غريبة جوه اليوترس يعمل لك بلاسينتا غريبة اسمها بلاسينتا بريفيا. وممكن امبلانتيشن في مكان غريب غير اليوترس، يبقى يا اما يوتراين يا اوفيريان يا ابدومينال، وده يتقال عليه اكتوبيك بريجنانسي.